ويسعدنا أن يكون معنا اليوم بمشيئة الله تعالى لنتحدث عن الرياضة بوجه عام وعن كرة القدم بوجه خاص. محمود الحريفة، لاعب جمهورية شبين، أهلا بك يا محمود، اهلا بك يا استاذ نورنا محمود، ربنا النهاردة. يكرمك، ربنا يخليك. أيضا معنا اليوم بمشيئة الله تعالى أحمد خالد، لاعب نادي النصر الرياضي سابقا ولاعب نادي الشرطة الرياضي حاليا. أهلا بك يا أحمد اهلا بك ونورنا يا استاذ، النهاردة. اهلا. طبعا ما فيش شك ان الرياضه عامل اساسي في تنميه العقول قبل الاجسام، وعشان كده كتير جدا من الناس بيقدم لاولادهم في العاب رياضيه مختلفه، لكن الاكثريه منهم بيهتموا قوي بلعبه كره القدم. النهارده هنتعرف ان شاء الله ليه اللعبه دي بالتحديد، وايضا ما الذي يستفيده الانسان من هذه الالعاب. محمود، من وانت عندك كام سنة لعبت كرة قدم؟ لا انا طبعا من 9 سنين كنت طبعا بلعب زي ما بقول طبعا في الشارع وكده، وحد طبعا شافني من احد المدربين في النادي، طبعا اقرب نادي ليا ونادي جمهورية شبين بلد محافظتي، يعني انت النادي ده محافظة شبين اصلا؟ طبعا محافظة تمام. شبين. وطبعا رحت اختبارات بعد معاناة مع الحاج طبعا والدي، والحمد لله وافق ورحت. بدأت من هنا طبعا مضيت للنادي، وبعدها طبعا بدأت الصعد، ثم طبعا انضميت طبعا 15 سنة أو 16 سنة منتخب مصر الكابتن محمد عمر، ثم بقى طبعا بعض العروض والكلام ده كله ومعاناة مع شبين يعني. طيب قبل ما نشوف طبعا العروض والمعاناة والحاجات اللي احنا هنتكلم عنها دي ان شاء الله، يعني احنا نحب نقول كده بس في الاول، مين اللي اكتشف موهبتك؟ هل انت بتقول بعد معاناة مع الوالد وافق ان انت تروح يعني تلتحق بنادي او تلعب في نادي مع الاشبال وكده، يعني هل الوالد في الاول ما كانش موافق على انك تلعب كورة، ولا هو اللي اكتشف الموهبة دي اللي موجودة عندك؟ لا طبعا هي يعني الموهبه بالذات ما بتستخباش على حد، لان اللعيب الكويس او اللعيب اللي عنده الموهبه طبعا العين بتيجي عليه من غير كلام يعني. هو تمام، والدي، بس انا بتكلم في نقطه ان هو والدي طبعا اي اب في قريه يبقى ريفيه مهتم بالتعليم اكتر يعني. طبعا يقول لك لا كرة تمام، رياضتي مش انا استفدت حاجه الكلام ده كله، ولكن طبعا بالظبط، خصوصا ان في كتير جدا من الشباب اللي لسه بيتعلموا في مدارسهم، على الرغم من ان هم ممكن يكون عندهم الفرصه ان هم يعني يصلوا الى اعلى الدرجات او يكون مهندس او طبيب او غير كده خالص يعني، لكن بيتجه الى اللعب وبيهمل المذاكره، وده دافع كبير جدا بيخلي كتير من اولياء الامور ما بيهتموش بالرياضه. ده أكيد. احمد، انا عارف ان انت كمان اخترت كره القدم انك تكون لاعب في المستقبل باذن الله تكون لاعب محترف، ليه اخترت كره القدم بالذات؟ اشمعنى اللعبه ديت يعني؟ كرة القدم أنا شايف نفسي، يعني أنا قبل ما ألعب كرة القدم لعبت، يعني لعبت سلة ولعبت تنس وسباحة، بس ما شفتش يعني انت رياضي من صغرك يا احمد يعني بس مش كرة قدم بس يعني. هو أنا قلت يعني أشوف إيه الحاجة اللي أنا هقدر أكمل فيها ويبقى عندي موهبة فيها، تمام، عشان يعني أول حاجة أحافظ على صحتي، تاني حاجة يعني أعمل حاجة لبلدي، يعني اكيد بلدك ليها حق عليك، وطبعا بالرياضه ممكن يعني نحقق ميداليه، ممكن نحقق مركز كبير، وممكن يعني نرفع رايه مصر في محافل دوليه مختلفه. تمام يا احمد، تمام. طيب محمود، طبعا يعني انت التحقت بنادي جمهوريه شبين، هل النادي هو اللي اكتشف الموهبه ديت، او حد من النادي شافك وانت بتلعب زي ما بتقول؟ طبعا كلنا كنا بنلعب في الشارع يعني، طبعا وده يعني طبيعه كتير جدا من اللي لعبوا كوره في الاول، يعني يمكن اكبر اللاعبين اللي كانوا موجودين في مصر زي الخطيب وفاروق جعفر وغيرهم بداوا باللعب في الساحات وفي الشارع وكده يعني. تمام. هل جمهوريه شبين حد من النادي هو اللي اكتشف موهبتك ديت، او شافك وانت بتلعب فعرض عليك فانت رحت التحقت بالنادي على طول، ولا انت ما لقيتش غير النادي جمهوريه شبين ان انت تقدم فيه يعني في الاختبارات وكده ونجحت؟ لا مبدئيا ان هو نادي جمهورية شبين ده نادي هو المحافظة بتاعتنا، وانا صغير طبعا طبعا النادي الوحيد اللي قدامي، فطبعا كنت شايف ان هو نادي الاهلي بتاع المحافظة، تمام، فطبعا بصراحة يعني. فطبعا في مدرب طبعا شافني، كان دوري المدارس انت عارف بقى كده حوالين المدرسة بنلعب دورات كده
حوالين المدرسة اه يعني. فاهم اه المدرسة كده تمام. طبعا. فاش في كان مدرس هو مدرب في نادي الجمهورية، فطبعا قال لي وقال لي والدي والكلام ده كله، فانا رحت نادي الجمهورية شبين. بعدها طبعا حصل طبعا الناس شافوني وكده، فتم التعاقد يعني مع نادي الجمهورية شبين. يعني بقدر ربنا الحمد لله ان انت رحت وبقيت لاعب هاوي هناك. اه تمام، لعيب تمام. قوي. اه تمام. كان في اهتمام من إدارة النادي بالموهوبين الحقيقيين في كرة القدم، بص ولا يعني كان لازم واسطة؟ لأن كتير جدا من الشباب، كتير جدا حتى من طلاب المدارس، بنشوف ان هم بيلعبوا في بس دوريات كتيرة يعني المدارس بتقيمها او الإدارة او كده، او دورات حتى رمضانية، لكن بعد كده بنلاقيهم انتهوا وما لهمش اي حظ. لا، خلينا نتفق يا استاذ محمود برضه عشان نكون واضحين. اللعيب الكويس بالذات لما بيكون في وسط مجموعه وهو يكون ظاهر ومستواه كويس وكان بيكون لازم يلاقي اهتمام، تمام. لمجرد لازم هو لعيب يعني كويس الموهبة هي اللي بتفرض بتفرض نفسها على الناس، على الناس نفسها. اللي بتخليها تبص عليه. دي تمام. مبدئيا وما فيهاش جدال يعني، انت لعيب كويس خلاص بتخلي العيون تيجي عليك، تمام. فخلاص دي حاجه مبدئيه. انا طبعا لو كنت شفت، وانا يمكن لو لقيت اهتمام 50% انا كنت هبطل كوره، لكن بفضل الله عشان ما انكرش حق نادي جمهور شبين عليا، لا لقيت اهتمام جامد جدا والناس دعمتني وقفت جنبي والكلام ده كله. في لحظه ان انا جيت قلت انا، لقيت الناس بقت ضدي يعني، لقيت مثلا الحياه بدات تيجي معايا وانضم منتخب وبدات اشوف طبعا مثلا. هنتكلم عن اه النقط طبعا ديت بالتحديد يا محمود، احنا بنتكلم من البداية علشان نوصل مع بعض كده مع السادة المشاهدين تمام. لحقيقة المشكلة وكده. احمد، احنا قلنا ان انت خلاص التحقت بعد ما لعبت العاب رياضية مختلفة والتحقت بنادي النصر. طبعا يعني انت لعبت هناك كلاعب هاوي برضه، هل يعني المكان اللي انت كنت بتلعب فيه، انت بتلعب الاول المكان بتاعك ايه بالظبط؟ يعني وينج ليفت وينج رايت، خط نص، انا كنت بلعب باك ليفت. باك ليفت. اه تمام. بس يعني الموضوع تطور معايا، بعد كده لعبت هاف ليفت عشان ان المدربين شافوا ان دوري الهجومي اكتر من دوري الدفاعي، تمام. ف قالوا يستغلوا الموضوع ده. اه طبعا يعني المدرب هو اللي بيحدد او بيوجهك تلعب في انهي مكان بالظبط، لان هو اللي شايف قدراتك. هو يعني في ناس تنفع مثلا تلعب مهاجمين وما تعرفش تلعب مدافعين تمام كده، تمام هو كل واحد جواه يعني، هو فريق متكامل، ما ينفعش لعيب يكون فيه كل حاجة، بالظبط، كل واحد بيكمل التاني. لانها لعبه تعتبر لعبه جماعيه مش لعبه فرديه يعني. أكيد تمام. طيب انت يا احمد لما التحقت بنادي ولعبت كره قدم وهي احدى الرياضات اللي ليها اهتمام كبير جدا في مصر، هل حسيت ان الرياضه فادتك؟ طالب في مدرسه، اكيد انت طالب بتدرس في المدرسه وعارف ان انت يعني في المرحله الاعداديه دلوقتي يا احمد، صح؟ طيب هل دوت اثر عليك على دراستك، ولا دوت ممكن يديك دفعه ان انت يعني تكون افضل في الدراسه زي ما انت مثلا متميز في الرياضه؟ الدراسة هو الموضوع كله تنظيم وقت تنظيم وقت. عشان أحاول أنسق ما بين الرياضة والدراسة. تمام. يعني في أيام أنا أروح التمرين أقعد 4 ساعات قبل ما أروح وأرجع وأرجع البيت وأظبط نفسي بعد كده أقعد. المفروض الوقت اللي أنا أقعده ده أذاكر فيه، أذاكر بتأني تمام. عشان أعوض الوقت اللي أنا كنت فيه في التمرين. يعني نصيحة تقولها لكل أب يعني عنده ابن متميز في مجال رياضي وهو خايف على إن الرياضة اللي لو اشترك في أي نادي ممكن يعني ده يأثر على مذاكرته أو على دراسته، نصيحة تقولها له لا، قدم لابنك لكن في نفس الوقت خليه ينظم وقته. ده اللي أنت عايز تمام. تقوله يا أحمد، اه صح؟ تمام تمام. طيب نرجع ليك تاني يا محمود، تمام ووصلنا لغاية ما رحت نادي جمهورية شبين. بكل تأكيد أنا عارف إن أنت موهبة يا محمود، ويعني بفضل الله أنت يعني إن شاء الله ليك مستقبل كويس، ونتمنى كده إن شاء الله تكون أنت وأحمد وغيركم من الرياضيين المتميزين في منتخب مصر لكرة القدم، المنتخب الكبير بإذن يا الله، رب. وترفعوا راية مصر كده إن شاء الله في محافل دولية مختلفة. آمين. إيه اللي حصل بالظبط مع نادي جمهورية شبين، وهل يا ترى في مشكلة ما بينك وما بين المدربين، ولا العملية يعني بقى في حزازيات لسبب معين، الى جانب ان كمان يا محمود يعني في بيميزوا المدرب مثلا بيهتم بحد عن طريق واسطة او معارف او حاجة زي كده؟
لا بس خليني بس اخدك في سكه تانية، معلش تمام. اخدك في سكه تانية. خلينا نقول بس المنظومه ككوره، الكوره دلوقتي بقت تعتمد، ما بقتش تعتمد دلوقتي انها كموهبه او مش كموهبه، كاستفاده خاصه، لا بقى دلوقتي استثمار والناس كلها دلوقتي عينها عليها دي وخلاص حاجة بقى. كويسة طبعا، اه طبعا كل الكوره بقى العالم بيعمل كده، خلاص، الكوره مش احنا بس خلينا يعني. نتفق ان الكوره بقت كده خلاص، تمام ولابد ان احنا ننفذها في مصر، احنا ما تمام بننفذهاش في مصر اسمها بس، صناعة كرة القدم لابد احنا ما بننفذهاش، بالظبط. ما بننفذهاش خالص كمان. النهارده مثلا انت عندك سين مثلا لعيب زي محمد ابراهيم في نادي الزمالك، اللعيب ده مثلا عنده قدرات وموهبه، محمد ابراهيم طلع 19 سنه، محمد ابراهيم ليه ما تديلوش سنه لمع في الدوري المصري؟ ليه النهارده محمد اول ما يجي له عرض احتراف ما تسيبوش؟ وغيره يبدا السن اللي من بعد منه اللي هو اصغر منه يطلع وياخد فترته ويحترف بره. طب ما لكن يمكن بيشوفها، معلش، وما يمكن الاداريين اللي موجودين في النادي برضك بيبصوا لها نظره تانية، يعني اللاعب فرحان ان هو مثلا جاله نادي هيلعب فيه، ممكن يكون الاداريين نفسهم شايفين او المنظومه الاعلى شايفه ان النادي ده ما يصلحش ان هو يلعب فيه، النادي ده ممكن يضيع قدراته، ممكن ياخده يركنه، ممكن يكون العائد المادي يعني مزغلل عينين اللعيب على اساس ان هو لسه صغير، لكن العائد المادي هم شايفين ان هو احسن من كده بكتير وقدام هيجيب اكتر، انا ممكن يكون كده. لا لا انا يعني معلش يا استاذ محمود، خلينا نتفق بس ان اللعيب الاحتراف لا عمره انا ما بقول لك اقتراح، اه انا ما مفيش اعرفش مشكله، طبعا لا لا اكيد. هو الاحتراف ما بيشيلش حد، الاحتراف بيفيد اللاعب ويفيد البلد ويفيد النادي، ولو مجرد ان تطلع مثلا باسم نادي جمهور الشبين او نادي الجمهوريه او نادي غزل المحله او الزمالك، دي فايده للنادي ومش تمام مش ضرر، تمام وفي اكيد. نفس الوقت بتتعامل مع مدارس مختلفه وامكانيات تانية وفكر تاني، في اللحظه دي بتبص تلاقي نفسك خلاص بدات ان انت دلوقتي تفيد منتخبك، هتبص تلاقي سين من اللعيبه الصغيرين طالعه بتعمل مستوى كويس جدا، هتبص بتاخد اماكن، ويعني انا النهارده مثلا انت بتروح تعمل اكاديميات في الشوارع او بتعمل اكاديميات في المحافظات ليه؟ عشان بتدعم مثلا اكاديميه نادي الزمالك، انت بتدعم اكاديميه نادي الزمالك لنادي الزمالك، طب ما انت عندك الناشئين لا يقل عن 300 ناشئ في نادي الزمالك، طب انت تمام. ما بتستفادش، انت ما بتستفادش منهم اثنين، انت بتعمل الاكاديميه دي ليه؟ طب واللعيبه التانية بتروح فين؟ بالظبط، وبتأبد اللعيب عندك، انت النهارده مثلا طلع لعيب عندك 19 سنه بيلعب مركزه صانع العاب، النهارده انت تلعب صانع العاب هتقعد هتخليه 15 سنه يعمل ايه؟ طب ما هو المكان بتاعه لانه مميز وخد الصيت استحاله يجي حد من تحت ياخد مكانه، تمام. انك مش هتدي الفرصه، لكن لا سيب ابو اللي طلع وهات بعد منه ويبدا الشغل، تبدا يعني انت تعمل شايف انه حتى لو فتحوا مجال الاحتراف، حتى لو العائد مش مناسب في بالظبط، نظر النادي، يعني لكن بتفيد دي البلد فايدة للنادي طبعا نفسه وبتفيد على اساس ان البلد هو هيكتسب لعيب جديد بالظبط. او انت لعيبة جداد هيتصعدوا مكان اللعيبة اللي مشيت راحت احتراف. النهارده مثلا غانا زي محمود، ما انت النهارده جايه بتكسبك معلش نتيجه كسبت زي دي، بتغلبك نتيجه زي دي، ما تمام. هي كارثه على الكره المصريه، غلبتك ليه؟ لان النهارده مثلا اللعيب بيطلع عنده 18 سنه، اطلع بره، اطلع بره شوف مستقبلك، العب في اكبر انديه، تعالى فيدني في منتخب. طب ما احنا ليه كلنا ما بنتمنى، يتعملش كده؟ انا بص دي حاجه مش بتزعلني، ما احنا بنعاني من دي، احنا كلاعيبه احنا بنعاني من دي، تمام هو ممكن النهارده مثلا انا بقدر اتكلم، غيري مش لاقي مكان يتكلم او مش عارف هيكلم مين، تمام لان في ناس بتيجي ضده او ناس بتحاول تدفنه، فهي طبعا دي طبعا طبعا ربنا سبحانه وتعالى ما سابش حاجه، فقال لك طبعا لو علمت ان الرزق لم ياخذه حد غيري فاطمأن قلبي، فطبعا انا يعني من الناس اللي انا مؤمن بالمقوله ديت الحسن البصري اللي قال كده. طبعا تمام اه فربنا سبحانه يعني انا شايف ان الرزق ده بتاع ربنا والكلام ده كله، بس على الانسان السعي، انا عليا اسعى ولربنا ربنا يعني مش تمام. قبل ما طبعا ما نوصل لموضوع الرزق دوت وموضوع العقد، لان طبعا في عقد جالك واحنا نشير اليه ان شاء الله، بنرجع لاحمد تاني وبنتكلم مع احمد. انت كنت يا احمد في نادي النصر، ونادي النصر الرياضي هو طبعا نادي معروف يعني موجود في محافظة القاهرة. سبت نادي النصر ليه؟ هو انا بقالي 6 سنين في نادي النصر، تمام. يعني انا بلعب كوره، وان انا عندي يعني ابتديت مع كوره حتى لو كوره بلاستيك، المهم كنت يعني حابب اللعب ده وانا عندي 4 سنين. رحت وانا عندي 9 سنين، رحت مدرسه الكوره في نادي النصر، ساعتها فريق 99 ما كانش لسه انشئ، هما كانوا بيدوروا على لعيبه عشان يعملوا فريق 99، فانا كنت من الاوائل اللي انا يعني اوائل اللي دخلوا الفريق ده. فضلت 6 سنين في نادي النصر، طبعا يعني زي اي لعيب يعني طموحي عايز اشوف ايه اللي بيحصل في النادي التانية، عايز اجرب مثلا اسلوب لعب تاني كده، فانا جات لي فرصة يعني ان انا امشي من نادي، قلت اجرب نوادي تانية واروح اي يعني اي نادي تاني واشوف اسلوب اللعب والخطط وكده زي اي لعيب. كان قدامي اتحاد الشرطة، رحت اختبرت هم قبلوني الحمد لله، الحمد لله. و يعني انا ما لحقتش الدوري معاهم السنة دي لاني يعني رحت متأخر شوية،
بس اتمرنت، عرفت خطط جديدة، مدربين جديدة، لعيبة جديدة الحمد لله يعني. بس تمام، يعني انت دلوقتي يا احمد حسيت ان في مدرستين للكوره مختلفين لما اتنقلت من نادي النصر ورحت نادي الشرطه. هو في مدارس كتيرة، بس يعني هو في مدربين تعرف ليها مدرسة معينة تعرف توظف الفريق بشكل معين، وفي مدربين تانية ليها برضو اسلوب معين، مثلا تعرف تدافع وتخطف جون كده في الاواخر كده يعني. تمام، هي مدارس متنوعة يعني بتكمل بعضها. وده فادك طبعا، يعني هو فادك على المستوى الرياضي، لكن على المستوى الشخصي يا احمد، الرياضه بوجه عام ورياضه كره القدم بوجه خاص، يعني هل استفدت منها؟ يعني مثلا هل الرياضه نظمت وقتك؟ هل الرياضه خلتك تختار اصدقائك كويس؟ هل الرياضه ساعدتك في المذاكره؟ يعني الرياضه بوجه عام ورياضه كره القدم استفدت منها ايه؟ في المدرسة طبعا الرياضة يعني فادتني في درجة النشاط، بتاخد كام يا احمد؟ هو مش عارف، انا معرفش كام، وانت بس ليه يعني لسه ما خدتش الدرجات ديت كشهاده يعني؟ لا بس هو وتقريبا بتاخد 4% تقريبا تقريبا بتضاف على المجموع يعني. هم حلوين يعني، ممكن يساعدوني مثلا في الثانوية العامة ان شاء الله اكيد ان شاء الله يدخلوني جامعة حلوة كده ان يعني. شاء الله. والرياضة يعني زمايلي في المدرسة بيحترموني طبعا، تمام، يعني هما بيبصوا لي كلاعب كورة يعني مختلف عنهم، وطبعا صحابي في النادي طبعا انا لو يعني موهوب عنهم شوية طبعا بيبصوا لي مثلا يعني ككابتن فريق، رغم ان انا مش اقدم واحد، بيبصوا لي ككابتن فريق، عندي مثلا خبرة اكتر عندهم، يسألوني مثلا في حاجات اوجههم في الملعب كده. طب في المدرسة المدرسين، يعني بما إنك لاعب رياضي وبتلعب في نادي وكده، هل بتلاقي تعامل يعني راقي ومختلف لأنك كابتن رياضي؟ هو طبعا يعني في المدرسة في ناس تقول لي يا كابتن احمد تمام، هم الكلمة دي مدرسة، بتفرحك يعني؟ طبعا بصراحة أكيد. يعني انا لما انا في السن ده وحد اكبر مني يقول لي يا كابتن احمد، دي يعني دي كبيرة يعني بالنسبة لي. أكيد. والمدرسين طبعا يعني هم بيعملوا لي مثلا لو انا رحت مثلا مش عامل واجب وكده واقول انا اعتذر انا كان عندي تمرين، طبعا بيلتمسوا لك العذر يعني؟ هم بيقدروا اكيد، الحكاية دي. على اساس ان انت كابتن رياضي وان شاء الله في المستقبل ممكن تفيد البلد افاده كويسه. طبعا ان شاء الله. كابتن محمود، نكمل الحكايه. انت جالك عقد احتراف من نادي الافريقي التونسي، وده احد الانديه الكبار اللي كلنا بنسمع عنها، وكلنا طبعا كلنا بنغلبها وبنتغلب منها يعني، ما بنغلبهاش بس يعني، من الفئه الكبيره. ازاي جالك العقد دوت؟ احساسك كان ايه؟ وازاي اتعامل النادي مع احترافك في هذا النادي؟ تمام، خليني بس مبدئيا اتكلم عن نادي النصر بالاخص، لان طبعا مبروك طبعا نادي النصر ان هو صعد دور ممتاز، تمام، ومجهود طبعا الدكتور عمرو عبد الحق طبعا ما شاء الله عامل طفره يعني. موضوع النادي الافريقي دي طبعا مش تعاقد على طول، ده فتره معايشه، تمام، اختباري زي اختبار كده، اختبار، تمام، بقضي مثلا فتره مثلا اسبوعين تحت قياده النادي، وطبعا بشوف طبعا بيشوف امكانياتي وصلت لفين، الحته الفنيه البدنيه التكتيكيه الكلام ده كله، في حاله طبعا وفقي طبعا بيتم تعاقد. أكيد. طبعا الموضوع اتسهل ليه؟ طبعا مبدئيا انا مرتبط بعقد هو طبعا مع نادي جمهوريه شبين، فده سهل عليا كتير. عقد كهاوي، طبعا فده سهل عليا ان انا مثلا يحق لي الاحتراف بره، ولكن طبعا انا بقولها حق النادي عليك طبعا. بقولها طبعا طبعا انا طبعا انا بسعى ان بس مبدئيا انا ربنا يكرمني الاول، وبعد كده حق رعايه النادي طبعا انا نفسي اضمنه، لان النادي ده نادي بتاعي واسم ارتبط بيه، لابد طبعا انا احفظ حق رعايه النادي. طبعا الاعتراف بالحق فضيلة. تمام. وطبعا مبدئيا النادي الافريقي من افضل جماهير في العالم، بيقول لك مصنف في السادس عالميا في الجمهور، جمهور يعني مش بقول لك يا محمود، لمجرد ان حصل كلام في المواقع التونسيه وانا دخلت الاذاعه لقيت ما شاء الله اعداد جامده جدا بتكلمني ومهتمين ونادي الافريقي، وقول لي حاجه لا جميله جميله، وامكانيات واسلام رباحي طبعا رئيس النادي عامل طفره. طبعا الكلام الموضوع جه ازاي؟ طبعا كابتن شكر الزغلامي ده مدير رياضي بالافريقي التونسي، ده مدير الانتدابات بالافريقي، هو كان السابق يعني هو كان ماسك الموسم اللي فات، والكلام دار معاه هو طبعا عن طريق وكيل، وكيل طبعا حصل كلام والكلام ده كله، فالراجل طبعا تواصل معايا وخلاص كنت رايح، ولكن حصل مشكله التجنيد، انا طبعا كنت طالع من دبلوم، فكان اخر سنه ليا الجواز يسمح له بالسفر الى على اساس 2013. بعد كده في تجنيد. بالظبط، فطبعا ما ينفعش كنت اطلع من البلد، فطبعا الموضوع اتاجل، في حاله طبعا ان انا انضميت لكليه او دخلت جامعه بدات تاجل تاني، والموضوع انفتح طبعا تمام، مع منتصر الوحيشي ده مدير رياضي بالافريقي يعني، الموضوع انفتح طبعا.
وبتمنى ان الصفقه تتم وان شاء الله، وانا باذن الله جمهور شبين تستفاد استفاده كويسه ماديه في حياته اكيد وفي طبعا، في اكيد حياته، ان اكيد ربنا يكرمني. ليه حق الرعايه وليه فضل عليك بعد ربنا لا سبحانه وتعالى. طبعا اكيد طبعا طبعا يا محمود، وبتمنى لهم التوفيق يعني ان شاء الله ان شاء الله، بكره. ربنا تمام يوفقك ويوفق النادي ان شاء يا الله باذن رب الله وكل اللعيبه اللي موجوده في مصر. يا رب اسمع. نرجع لاحمد تاني. احمد طبعا زي ما اتكلمنا عن الرياضه واهميه الرياضه، يعني كتير جدا من الشباب اللي في سنك يمكن الاصغر منك كمان او الاكبر منك بيبقى عندهم الموهبه لكن ما عندهمش الفرصه ان هم يقدموا في نادي. يعني هل انت شايف ان من حسن حظك ان انت كان عندك الفرصه ديت؟ مين السبب في ان هو يقدر يعني يهتم بيك كده ويقدم لك؟ طبعا اكيد بابا وماما الوالدين ليهم دور كبير جدا، هل اقتراح حد من المدرسه كان ليه دور؟ احكي لنا بالظبط ظروف التحاقك طبعا بينهم. اشكر يعني بابا ومامتي ان هم ساعدوني في الحكايه دي. وطبعا يعني انا هقول حاجه بس عن موضوع ان انا يعني الحمد لله خدت فرصتي في نادي النصر. في ناس يعني في ناس عندها موهبه وناس يعني ممكن تعمل حاجه للبلد وما بتاخدش فرصتها، وفي ناس يعني هي تعرف تلعب كوره بس برضو مش زي ناس برضو بتاخد فرصه واتنين وتلاتة. ويعني يعني في مدربين مثلا يبقى صاحب بابا، يعني هو يبقى صاحب بابا ويلعبه، يعني انت في قصدك نوع من الواسطه الوساطة يعني. يعني هل الواسطه دي بالفعل موجوده في النوادي؟ طبعا مش بنقول في النصر بس ولا في اي حاجه، هل يا ترى انت شايف ان الواسطه ديت ليها عامل كبير جدا؟ ممكن تكون الواسطه اهم من الموهبه في بعض النوادي احمد؟ هو الواسطة، هي الواسطة في كل النوادي، انا منكرش في كل يعني انت النوادي. داخل بواسطه؟ اقول ايه؟ خلاص هو السكوت علام فارغه يعني. طيب يعني انت بالنسبه بقى للي هم يعني الموهوبين اللي زيك مثلا او يمكن اللي عندهم موهبه اقل منك او اكتر منك وما لقوش نفس الفرصه ديت، تنصحهم بايه؟ يبقى عندهم واسطه برضك ولا؟ هو طبعا يعني انا بقول ما تسكتش، يعني اقول له ما تسكتش، ما يسكتش يعني يعني ما مثلا يقاسش. ما تقبلش مثلا هو راح اختبارات نادي الاهلي، ما يروح مثلا المقصة، يروح الترسانة، الشرطة. يعني انت قصدك ان هو لو راح نادي كبير وما اتقبلش ممكن يشوف الفرصه في نادي اقل. يعني في النادي الاهلي مثلا في لعيبة كبار جدا يعني في سني، في لعيبة يعني مستوى عالي جدا، مثلا هو ممكن يروح المدرب يلاقيه ان هو مش احسن من اللي عنده، يعني هو مستوى زي اللي عنده، فهو يقول حكاية العدد وكده. يروح مثلا نادي الشرطة يلاقي هو مثلا ايه اعلى لعيب فيهم، يقوم واخده كده. بالظبط هي ماشية. يعني ممكن الموهبه ديت اللي هو رايح يقدم في نادي كبير موهبته ديت ممكن ما تبانش في وسط النادي ده عشان كده مش هياخدوه، انما طبعا ممكن يقدم في نادي اقل فالموهبه دي تظهر. طبعا صح يا احمد؟ صح. اكيد. ما محمود احنا طب انا كنت معلش شايفك عايز تتكلم في نقطه الواسطه ديت، هل يا ممكن ترى دي برضك ليها هي عامل كبير؟ لا مش كبير، لا لا ممكن يكون يعني بكتير او 3% نسبة 3%. ياه 3% طبعا يعني شيء طبعا لا يذكر. من وجهة نظري. ليه؟ لان اللعيب الكويس اللي عنده قدرات وموهبة لابد ان يكون بمجهود ويفرض نفسه. طب ما نيجي نتكلم النهارده عن شيكابالا ده كان فين؟ كان في اسوان وكان بينام تحت سور نادي الزمالك عشان وجاي من اسوان وبيتغرب ليه؟ محمد ابو تريكا ده كان في نادي الترسانة 26 سنة، وصل نادي الاهلي ازاي؟ هو اي لابد ان الانسان ما يقاس، ما تيأس وطاحن في الزمن وشوف وسع، وانك بس لمجرد انت يكون عندك الموهبة وعندك احساس انت موهوب. معلش يا محمود احنا كمشاهدين احيانا واحنا بنتفرج بنتابع مباراة كرة القدم في الدوري المصري يعني او كده يعني الدوريات المصرية بنلاقي ان يعني في بعض اللعيبة يعني انا كمشاهد بقول انا لو مكانه ولا احسن منه يعني تمام. ومع ذلك بيلعب اساسي، هل يا ترى دوت برضك بتكون من ال 3% بتاعت الواسطة دي؟ هرد عليك في دي. ممكن يكون انسان عنده 90% موهبه ولكن اجتهاد ما يجيش 1%، ولعيب عنده 60% موهبه ولكن 100% اجتهاد، فاللحظه مين يتفوق ومين ربنا سبحانه وتعالى اللي يدي بيجتهد الاجتهاد مبدئيا؟ يعني شايف انه ممكن يكون عنده الموهبة لكن هو ما ما بيهتمش بيها بيهتمش. او ما بيهتمش بالتدريبات بيعاند مع انا المدرب. لا ممكن انا كمدرب انا اهتم بيك سنه، تاني سنه انا مش هجري وراك، تمام خلاص براحتك كده عملت اللي عليا. بس خلاص. لكن انت بتتكلم في نقطه ان اللعيب اللي بيكمل ده اللعيب المجتهد، اللي بيتمرن كويس، اللي بينام كويس، اللي بياكل كويس، اللي عنده حلم عايز يوصله، بيحرم نفسه من حاجات كتير جدا عشان يوصل ده. فالنهارده ما تجيش تقول لي مثلا ان الكوره فيها وصايا، ما فيش. النهارده انت معلش لا انت اتفضل. يعني النهارده دلوقتي مثلا انت هتختلف معايا كموهبه بالرغم ان مثلا بيني وبينك حاجه، هيجي عيون تانية هل هتتفق معاك لو انا موهوب؟ هتفرض نفسك. بالظبط. فانا مش نسبه كبيره ولكن ممكن تكون موجوده ولكن مش بالنسبه
اللي هي موجودة يعني اللي احنا بنتكلم فيها، لا أكيد نسب بسيطة. أكيد. أحمد، كتير جدا من الشباب بيلعبوا ألعاب رياضية مختلفة، لكن كلهم ما بيلاقوش نفس الاهتمام اللي بيلاقيه لاعب كرة القدم. هل ده العنصر الأساسي اللي خلاك تتجه إنك تقدم في نادي كرة قدم؟ أنت لعبت ألعاب كتير وفي النهاية استقريت على كرة القدم، هل ده السبب ولا في هو أسباب تانية؟ طبعا الاول اول حاجه ان طبعا الموهبه، يعني انا مثلا ادائي لما كنت انا في السباحه، طبعا التمرينات انا ما كنتش مثلا حابب اللعبه دي، كنتش حابب السباحة، او ما كنتش حابب السباحه. مش لاقي نفسك فيها. رحت للكوره لقيت نفسي عندي موهبه وبلعب وحابب اللعبه مهتم وبروح التمرينات وكده. وطبعا ان الكوره دي اشهر لعبه في العالم، فده برضو يعني عامل او جزء تحب تكون مشهور يعني؟ والله الشهرة دي على ربنا، نعم بالله. بس انا اعمل عليا وربنا بقى عليه الباقي. طب لو بقيت مشهور يا أحمد، هل يعني هتمشي كده متواضع بين الناس، ولا بقى هتحس إن الشهرة يعني اديتك مكانة كده؟ الكل طبعا ممكن يجري عليك يقول لك امضي لي على الاوتوجراف دوت، صورة مع حضرتك، امضي لي على الكورة ديت، التيشيرت، يعني حاجات زي كده. هل ده كله ممكن يعني يأثر عليك وتتغير، ولا إن شاء الله ملوش تأثير لا يعني؟ طبعا، هو من تواضع لله رفعه. ما شاء الله. فموضوع الشهرة ده يعني في ناس بتستغل الشهرة جامد جدا، وفي ناس برضو يعني زي كابتن محمد أبو تريكة، طبعا هو كابتن متواضع جدا وأخلاق بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يزيده. الشهرة مش فارقة معاه، هو يعني إنسان طبيعي زيه زينا. الشهرة ما أثرتش عليه، ولا أثرت على موهبته، ولا أثرت على أدائه، ويعني الناس كلها الحمد لله بتحبه ليه محبة، يعني الحمد لله. وطبعا هو كل اللي يمشي بالمبدأ ده ان شاء الله يعني هيكمل في الكورة ويعمل حاجة للبلد. ان شاء الله يعمل حاجه للبلد، واحنا دلوقتي باذن الله هنشوف بالاصرار والعزيمه الانسان ممكن يوصل لكل اللي بيتمناه. فاصل ومن بعدين يتواصل، تابعونا. بكم من جديد، وان شاء الله هنتقدم بالرياضه وبشبابنا، شباب ورياضه باذن الله، ومصر كلها ان شاء الله هتتقدم. بنرحب بضيوفنا من جديد. اهلا بك يا محمود، اهلا بك معانا. نرجع تاني ليك يا محمود، وكنا بنتكلم على اثر الشهره على الرياضي. هل بالفعل الإنسان الرياضي أو اللاعب الرياضي لما بيتشهر ممكن بيتغير، أو ممكن ده بيأثر على سلوكياته، ولا بترجع لطبيعة كل واحد فينا؟ هي مبدئيا بترجع لطبيعة كل إنسان، ولكن هي مش فكرة الغرور أو الكلام ده كله، لا، هي فكرة كلها إن هو الإنسان لابد إن يكون هو يكون عنده ثقة داخلية ولكن مش خارجية. من المجرد أنا دلوقتي أثق في نفسي خارجيا، لابد إن أعتذر عن الناس والناس هتلاحظ فعلا أنا مغرور، ولكن لما أكون داخلية خلاص ببقى بتبقى حافز جوايا إن أنا بكون بحقق مانو جوزيه. كان دايما اللعيبة دايما بتحكي عنه، تقول لك إيه؟ يقول لك لما تكون بتعمل بطولة ولا حاجة، افتح لنفسك متحف، هات كده مفتاح وهات قفل وافتح لنفسك متحف، كل ما تاخد بطولة حط الكاس ده في المتحف وانساه، خلاص عملت بطولة افرح اليوم اللي بعده وبعد كده انساه. في فكر اللحظة في اللي جاي. في اللحظة دي هتبص لنفسك، ما انتش خلاص، ما انتش احساسك بنفسك خلاص، انت مش بتعيش على الماضي. مين الانسان اللي يعيش على الماضي؟ للاسف خلاص بيبني في نفسه. تمام. لكن الانسان لابد كلمة الشهرة والحاجات هي جميلة، الشهرة جميلة واحساسها كويس طبعا وكلام كل ده. الناس تتمنى الشهرة طبعا، الشهرة ما حدش كويسة يعني. جدا، ولكن تمام. في من بيستغلها صح وفي من بيستغلها غلط. وانا شايف ان الثقة بالنفس والانسان يكون حاسس بذاته والكلام ده كله، انا شايف ده حق كل انسان. ممكن يكون مشغولياته او الحياة اللي بيعيشها بعد كده بعد ما بيكون مشهور او معروف او الكلام ده كله، ممكن يكون في حاجات كتير اتغيرت في حياته، ولكن الحاجات دي بتبقى مقبولة جدا. لابد الانسان، الشخص الذكي او الانسان الذكي لابد ان يتفهم ذلك يعني. أكيد بس بكل تأكيد يا أحمد، يعني الواحد فينا لما بيصل لدرجة معينة في الرياضة بالذات، يعني بيتقرب من أصدقاء كتير ودايرة معارفه بتوسع. هل ممكن دايرة المعارف ديت يكون فيها بعض أصدقاء السوء اللي ياخدوا الشخص دوت من المجال الرياضي فيروح في اتجاه تاني خالص، يخليه يعني كل اللي عمله في سنين يروح في لحظات؟ طبعا ده وارد، بس ده يتوقف على إرادة اللاعب نفسه ويعني تفكيره في اللعبة نفسها وهدفه، هو عايز ايه، بيلعب اللعبة دي ليه. وطبعا زي مثلا في المدرسة، المدرسة فيها برضو يعني زي ما في وحش في حلو، أكيد طبعا. وفي النادي برضو زي ما في وحش في حلو.
اللي هو كل اللي على اللاعب ان هو يختار الاصحاب اللي هي ايه، يعني ممكن توجهه، ممكن تنصحه في التمرين، مش تبعده، مش مثلا تقعد تتكلم معاه في التمرين وتسيب المدرب. هو كل ده يترتب على إرادة اللاعب وهدفه من اللعبة دي. تمام. تاني حاجة، المعاملة نفسها، معاملة اللعيب مع أصحابه، دي برضو يعني ليها دور إن أنت يعني تكون صداقات. يعني مثلا أنا مثلا لما أتعامل مع واحد معايا في التمرين كويس، يعني ما اشتموش، احترمه، هو غصب عنه هيحترمه. يعني انت بسلوكياتك بتفرض التعامل من الاصدقاء ليك، اه صح، وحتى لو انت بتتعامل معاهم تعامل فيه ادب واحترام، بكل تاكيد حتى الشخص اللي مش كويس اكيد مش هيبقى انت زي ما بيقول الانتيم بتاعه، ولا هو الشخص اللي مش كويس ممكن كمان يتكسف ان هو يكلمني، ممكن يعني يتعدل السلوكيات وتتغير هو كمان. ممكن عشان مثلا ايه، لو شايف مثلا صحابي بيكلموني كده هو يحب يتقرب مني، فشايف شخصيتي عاملة ازاي، فيحاول يعدل من نفسه عشان مثلا يكلمني كده. يعني الرياضة عملت ايه في حياتك يا احمد؟ يعني نظمت وقتك ازاي؟ بتقضي وقتك ازاي في المدرسة بالنادي؟ طبعا بتروح معسكرات، المعسكرات ديت هل بتأثر على اليوم الدراسي عندك او وجودك في المدرسة او الامتحانات؟ هل المدرسين بيلتمسوا العذر لو انت رحت معسكر رياضي خد فترة من الوقت او كنت في بطولة ولا حاجة، ولا بترجع مثلا يعني بتلاقي درجاتك بقى انت ونصيبك يعني؟ لا طبعا، هو يعني طبعا في عذر بيبقى فيه برضو جوابات من النادي، أكيد. يعني طبعا المدربين بيطلبوا رايحين معسكرات هنغيب مثلا عن المدرسة 2 3 عشان ماتشات وكده، يدونا برضو جوابات للمدرسة عشان الغياب الدرجات وكده. وطبعا المدرسين طبعا يعني كل التقدير والشكر ليهم، يعني بيحترموا الموضوع ده وبيحاولوا على قدر الإمكان برضو ما ينقصوناش، يعني عارفين ان احنا بنروح معسكرات والوقت ضيق معانا والتنظيم يعني صعب ما بين المذاكرة والتمرين. فيعني أحب أشكر يعني المدرسين عامة إن هم يعني بيحاولوا يقدروا الحتة دي عند الطالب. طيب، كتير جدا من اولياء الامور زي ما قلنا في بدايه الحلقه يعني بيخافوا يودوا اولادهم في يلعبوا في اي لعبه رياضيه، خوف ان هو مثلا يفشل دراسيا. انت دراسيا عامل ايه عشان نطمن بس الساده المشاهدين اذا كنت متفوق، ونطمنهم بعدك بس من ناحيه تانية اذا كنت غير كده ان شاء الله انت تكون متفوق. ان شاء الله، بس يعني مستواك الدراسي عامل ايه؟ لا، المستوى الدراسي الحمد لله كويس. الحمد لله، يعني الرياضه ما اثرتش عليك بالسلب خالص، بل بالعكس اديتك دفعه. يعني وحتى الايام اللي فيها تمرينات وفيها ما بذاكرش بحاول اعوضها قبل الامتحانات وكده، واذاكر اللي فاتك اللي فاتني، واسال مثلا صحابي لو في مذكرات، في مراجع مثلا المفروض اراجعها. بتتابع، يعني مش موضوع ان انا رياضي وخلاص بقى ده اللي يشفع لي وانا كده كده هطلع لعيب، معايا دبلوم، معايا بكالوريوس، مش هتفرق يعني في ما كل هو ده الاحوال. الفكر يعني معظم اللعيبة وأولياء أمورهم يعني بيتجاهلوا حكاية الدراسة دي، يعني مثلا ما بيضغطوش على الولد إن هو مثلا يذاكر وكده. يعني مثلا افرض مثلا جالك لا قدر الله يعني كسر، مش هتلعب كرة تاني. بالظبط، هو اللاعب بيلعب بصحته، الرياضة عموما بيلعب بصحته يعني. فهي الدراسة دي هي المستقبل، أكيد. ومفروض طبعا أولياء حتى الأمور النفس والأولاده بعد كده. يعني مثلا لما واحد انت مثلا تخلف ولد ويتفاخر بيك، مثلا بابايا دكتور، بابايا تمام. مدرس، كان بابايا لاعب. او بابايا لاعب هيفتخر بوضعك. يعني بس اهو. أكيد لو معاه شهادة بيكون أفضل بكتير. طبعا طبعا، تمام. محمود، وصلنا لغاية ما يعني أنت الحمد لله جالك المعايشة ديت في الأفريقي التونسي. وان شاء الله انت عرفت، انا عرفت ان انت مسافر ان شاء الله بعد رمضان على طول باذن الله. هل يا ترى لقيت معارضه من النادي ولا استقبلوا الموضوع دوت يعني بكل ترحاب وحسوا بالفعل ان ابننا ابن النادي هيحترف وهيرفع اسم النادي بره ان شاء الله؟ مش تمام مبدئيا ان هم ممكن ما يكونوش علم، ممكن يكون علم من الاعلام، لان في بدايه كلامي قلت ان النادي الافريقي يعني حس بالموضوع او اهتم بالموضوع بزياده لما حس ان في لحظه ان انا فري في حاله ان هو استدعاء ليا اكون بره التوقيع، يعني ببلاش، تمام مش هيكلفه تمام شيء فكانت الموضوع. هم اكيد المراسلة معاك على طول يعني. بالظبط. فهو الاعلام اكيد طبعا، نادي علم من الاعلام. هو الفكره كلها دلوقتي ان انا اللي بسعى ان احافظ على حق شبين، ولكن شبين ما ادتنيش اللي انا عايزه بصراحه، يعني ما أثروا في حقي كتير، أثروا بصراحة. ومش أنا لوحدي، يمكن أنا كنت يمكن يوميا يا محمود والله والدي
يعني الناس اللي متعايشه معايا كانوا بيشوفوني المعاناه اللي بعانيها. كان مثلا النهارده انا ماتش كويس الناس بتشيد بيا، النهارده الكيرف نزل شويه بص الناس عليك، فانت النهارده ما كنتش بترحمني في الملعب، يبقى لابد انك تحافظ عليا بعد كده بقى في مصلحتي. نفسيا بيأثر عليك يا محمود ان جدا النادي يعني ما يديكش اللي انت بتتمناه. طبعا كل لاعب بيتمنى زي ما قلنا الشهرة، وفي نفس الوقت بيتمنى العائد المادي. ما فيش مشكله، ولكن بص يا استاذ محمود، انا شايف ان بعد كل نجاح لابد ان الماديه هتيجي. يعني تمام. انا دايما بص ليه النجاح وبعد كده الفلوس كده كده، يعني الفلوس كده كده بتيجي، لابد النجاح اللي بيحقق الفلوس. تمام. لكن في انسان بيبقى انسان ذكي عندي يقول لك ايه، انا اعمل اول نفسي مثلا سعر، او اعمل نفسي طبقه على الارض ان الناس تشوفني وتسمعني وتعرفني، وبعد كده بموهبته وبمجهوده وبعد يعني. كده انا اقضي اشرط انا عايز كذا ومش عارف. لكن ما تمام. ينفعش في البدايه ان انا اقول انا عايز فلوس، لو مبدئي كده في البدايه هفشل. لو مبدئي انا فلوس لا هفشل. لكن انا شايف الانسان الانسان الذكي لازم يكون عنده فكر ان يقول لك لا انا اثبت نفسي للناس والناس تشوفني والكلام ده كله، بعد كده الفلوس جايه. وانت عندك طموح ان شاء الله الفلوس تيجي باذن الله، لا لا وشهره ان تيجي شاء ان شاء الله ان الله، شاء الله وتستخدمها استخدام صالح باذن الله. لا ان شاء الله. لكن انا بكلم انك عندك طموح، وده طموح اي لاعب، يعني اي لاعب بيقدم في نادي بيتمنى ان هو في يوم من الايام يكون يا سيدي في تشيلسي. ايه المشكله انه يلعب باسم مصر في منتخب مصر؟ وده يمكن اعظم امل يعني. ده حق مشروع. بالظبط، وده حق مشروع لكل لاعب، من اصغر لاعب لاكبر لاعب. لكن لما النادي بيرفض انك تحترف او بيسد قدامك طريق انت شايف ان الطريق دوت ممكن يوصلك للي انت عايزه دوت، هل ده بيأثر عليك في الملعب؟ بيأثر عليك نفسيا يعني؟ هو اللعيب الذكي، اللعيب اللي عنده فكر وذكي، لا ما يأثرش عليه في الملعب، لانه لمجرد انه يكون دايما كويس في الملعب لابد ان هيجي له اكتر. يعني النهارده مثلا انا كويس يعني خلاص الناس كمان هتجيلي بزياده والسعر هيزيد واعلى. لكن دلوقتي لو انا نمت على اللي جالي خلاص هبدا سعري بيقع، وممكن العرض اللي جالي ده ما يجيش تاني، فلابد ان الانسان يحافظ على الريتم بتاعه يعني وامكانياته. حتى لو لقى مشكله مع النادي، لقى حاجه، يخرج نفسه خالص من الملعب ده الملعب بالظبط، وهو الموهبه تظهر فيه. عمر فيصل يعني بيقول لك زي ما بقول لك مثلا، انا مقتنع بمقوله جميله بيقول لك ايه، العقد شريعه المتعاقدين. بمجرد انك تقول العقد شريعه موهبه يبقى انت بتطبق العقد، يعني انت بتطبق التزامات العقد. الملعب نفس الشيء، انا هو ده بطبق معنى الاحتراف يا محمود، يعني بالظبط. معنى ان انا اكون لاعب محترف بعد كده ان شاء الله في المستقبل يعني باذن الله تكونوا محترفين، يا رب ان شاء معنى ان الله. انا اكون محترف ان انا شغال، دي بالظبط شغلتي، دي بالظبط المهنه بتاعتي، ان بالظبط انا بصحى في وقت معين، بتدرب بطريقه معينه، ليا وقت معين في التدريب، بنام في وقت معين، اكلي منظم في اوقات معينه، حتى مقابلتي مع الناس، حتى مقابلتي مع اهلي ليها بالظبط اوقات معينه. ده شغل كل اوروبا وكل الدول، حتى مش بنقول اوروبا، دول افريقيا اللي كنا بنغلبها انت سبعة وثمانية يعني لا انت ونمشي، لا لا ما دلوقتي للاسف هي والله اللي بقت تغلبنا لانها طبقت نظام الاحتراف. فانت شايف ان يعني النادي يعني مقصر في حقك؟ انا ما بص يا زلمه، انا مش هقول النادي مقصر في حقي، انا هقول مقوله تانية يعني شكلها اشياك، هقول ان النادي عايز يستفاد مني باقصى جديه، يعني هو عايز يستفاد مني باقصى ماليه، انا عايز يستفاد مني بفلوس، فهو يكون حقه، هو شايف ان ده حقه عليا. طب لكن ما هو الافريقي التونسي يعني نادي كبير، واعتقد ان هو هيجيب عائد مادي كويس يعني. في حاله ان شاء الله في نجاحي، انا والله انا قلت ده ودايما بذكر عليه وبتك عليه جامد، ان انا هحاول اسعى ان انا اعمل عائد مادي، لان دي يعني نادي البلد بتاعتي. يعني لكن صار دلوقتي ان جمهور البلد لما يعرف الحريف ده في الحته الفلانيه، وانزل انا عايز استقبال كويس، مش عايز الناس تقول لك ده عمل في النادي، ولا ما بحبش المقوله دي. انا ملتزم وبحب النادي وبحب الناس، ولكن اي طبعا قصر في حقي، ولكن انا عندي وعدي وبقول لا انا ملتزم وان شاء الله احاول افيد النادي ما اضروش. يعني تمام. احمد انت بتلعب باك ليفت زي ما قلت ولا؟ هو حاليا فيرويد. فيرويد، ما شاء الله، ده انت اتنقلت نقله جامده قوي يا احمد. ازاي؟ قول لي ازاي دي بقى جت ازاي يعني؟ يعني هل هو ممكن مدرس رياضه يتحول يبقى مدرس انجليزي على بال ما يجي بتاع الفرنساوي؟ تيجي ازاي دي يعني؟ هو طبعا يعني طبعا المدربين عشان يشوفوا اللعيب يجيبوا اخر مستوى، يعني المستوى الاخير اللي هم يجيبوا اخر اللعيب بالمعنى البلدي، يعني المفروض يجربوه في كل مكان في الملعب، كل مركز يلعبوه فيه، يشوفوا مثلا الباك ليفت احسن من الباك رايت، احسن مثلا من قلب الدفاع، احسن من نص الملعب، احسن من الفيرود. يعني انت بتلعب في كل الاماكن لغايه ما المدرب نفسه هو اللي بيحدد لك المكان اللي ممكن تبان هويتك مؤثر فيه. فيه اكتر حاجة مؤثرة فيه، تمام. يعني ممكن يعني مثلا انا في النادي معروف مثلا ان انا رجلي يعني الحمد لله، يعني رجلي مثلا عارفة الجون بتشوط وقوية، كويس. يحطني مثلا في مكان وشي يبقى للجون، مثلا يحطني في فرويد يقول لي مثلا استلم ولف وسد، انت ممكن مثلا تخلص لي الماتش في كورتين.
هو يعني هو فكر المدرب ان هو يخلص الماتش في اقل وقت. تمام. طيب انت دلوقتي انت بتلعب فيرويد، وقبل كده زي ما قلنا كنا يعني باك ليفت، خلاص ننسى باك ليفت دي. مين مثلك الاعلى في كرة القدم على المستوى المحلي في مصر وعلى المستوى الافريقي والدولي؟ الأفريقي طب ما نبدأ يعني بالمحلي، يعني مفيش حد محلي خالص يا احمد. هو يعني أنا يعني الدوري المصري طبعا يعني أنا متابعه بس مش جامد زي مثلا الدوريات الأوروبية وكده. يمكن علشان الظروف بس اللي مرت بيها البلد دلوقتي، وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. يعني المحلي مثلا أنا محمد رمضان، رمضان صبحي. رمضان صبحي، معلش رمضان صبحي. رمضان صبحي طبعا لعيب ناشئ، يعني لعيب حلو قوي ومستقبله حلو. ما شاء الله، جميل انك تختار مثلك الاعلى في الكوره في المحلي يكون ناشئ لسه هو كمان. ده لا يمكن عشان هو تقارب السن بتاعه، ولا دوت تشجيع، ولا ده بالفعل اللي هو عنده هو موهبه؟ يعني سنه ان هو عنده موهبة وبيلعب في فريق زي كبير زي النادي الاهلي. يعني لسه قدامه مستقبل قدامه ان شاء الله. المستقبل قدامه، هو لعيب حلو يعني بسم الله ما شاء الله يعني عليه. ده فرصته مثلا، فرصته في الاحتراف يعني كبيرة، وفرصته مثلا ان هو يجيب بطولات للنادي الاهلي برضو كبيره. تمام. فيعني هو ده مثل الاعلى يعني في على النقطه المستوى دي. المحلي طبعا، المستوى الافريقي هو المستوى طبعا يعني احسن من احسن الفرق في الدوله، يعني في قاره افريقيا، غانا غانا. اسمها. هو يعني هو لعيب يعني فكره عالي جدا، يعني عارف الجون، يعني مستواه طبعا ما يعني بيقل، بس مثلا يلعب مثلا 5 ماتشات حلو وماتش يبقى مثلا. في ايام بتبقى داي اوف كده بالنسبه لكل لاعب يعني. طبعا طيب احمد بيقول، يا محمود بيقول مستواه الفكري حلو. طبعا الرياضه بتنشط الفكر، تمام. بتنشط الذهن وبتخليه صافي. انا عايز اعرف الاول يعني مكانك في الملعب تلعب ايه بالظبط، وبرضك مين مثلك الاعلى، وازاي دوت الرياضه نمت عقلك او بتفكر بعقلك ازاي وانت بتلعب الكوره؟ تمام، خلينا بس هلم لك ده كله في كلمه مقوله واحده، بتقول لك ايه بقى؟ الموهبه هي التحكم. كلمه الموهبة هي موهبه التحكم. التحكم، موهبه يعني قدرات. يعني معنى كده اللاعب اللي عنده موهبة هو اللي يقدر يتحكم في في الكورة. الشيء في الكوره. برافو عليك تمام يا اسماعيل، يعني تمام المقوله نفسها واضحه ماشي. القدرات دي بتيجي من الموهبه. النهارده مثلا انا سيم بلعب باك ليفت زي ما احمد بيقول. تمام. النهارده انا باك ليفت، انت المدرب باك ليفت لا برضه لا طبعا. لا 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 انا صانع العاب صانع العاب ما شاء الله، ومهاجم بليفر صريح. كارير. مهاجم صريح. تمام. انا بتكلم في نص مهما كان مكان. مثلا مثلا النهارده مثلا انا بلعب باك ليفت ماشي، انا ظهرت قدام المدرب بنسبه 60%، وانا شايف زميلي اللي عليا متفوق عليا بنسبه 90%. فلابد ان انا المدرب انه شايف احمد مثلا، او شايف سين من الناس، ان هو شايف ان هو عنده وعايز يستغله في الملعب، فلابد بيدور عليه في اي مكان يصلح فيه، تمام يصلح فيه. لكن في فرق ما بين اللعيب الجوكر، لعيب الجوكر يكون بيدي في كل مكان نسبه 100% او 90%، تمام عشان بس نكون نقفل الموضوع ده. حته بقى يا استاذ محمود انت ذكرني. يعني اللي ازاي بتفكر بعقلك وانت بتلعب الكوره. يعني زمان مثلا كان دول افريقيا، انا افتكر لما كنا بنتفرج عليه، طبعا انتوا لسه صغيرين، احنا بنتفرج مثلا من 79 و80 وكده، كان لعيبه افريقيا لما بيجي يلعبونا او احنا بنروح نلعبهم ما عندهمش تفكير خالص. يعني هو الكوره حتى معظم الوقت بتلاقيها فوق، يعني حتى بتاع الكاميرا كده كان ايه، كان يفضل على طول بتاع افريقيا ده جايب لك ايه، جايب لك الكشافات. ما هو ده مش لعيب كوره، ده لعيب بلاي ستيشن. بالظبط. ده زمان يعني، انما دلوقتي ازاي لعيبه افريقيا دي بالفعل تفوقوا علينا ذهنيا. اللعيب انت بتشوفه بياخد الكوره، بيقدر يلف، بيوقف الكوره كويس، بيبقى عنده تفكير، حافظ مكان زميله اللي جاي يستقبل الكوره، ازاي هو بيستقبل الكوره سواء على رجله او على صدره، ازاي بيمشي بيها، ازاي بيبصيها. ما ينفعش يا استاذ محمود في الكلام ده كله قالك تقول ان ده لعيب موهوب كامل، لعيب موهوب ما ينفعش غير كده. يعني الكوره ما تنفعش موهبه بدون تفكير. لا لازم بتفكير. ما هو النهارده انا عندي مثلا سي مش سي مثلا، انا عندي مثلا عندي رؤيه فنيه. تمام. هو الرؤيه الفنيه دي انا جاي عن طريق ايه؟ ان انا بجري، انا بجري بالكوره وبفكر. تمام. ليه؟ انا دي موهبه ربنا سبحانه حطها في الانسان، ونعم بالله. بس هي دي الفكره كلها، هي دي كلمه اسمها موهبه شامله في كلمه قدرات. انا عندي قدرات طيب خاصه. الموهبه ديت هل ممكن اللاعب نفسه هو اللي يكون حاسس بيها، ولا محتاج ان حد فعلا ينميها يقول له لا انت عندك موهبه في الحته الفلانيه، عندك موهبه، عندك موهبه، بحيث ان هو يشجعه؟ تمام، خلينا بس اكمل النقطه ديت. في لعبه السيرك، لما اشوف انسان بيشعبط في السيرك والكلام ده كله تقول يا هو عملها ازاي؟ طب هو لا،
انت صعب ازاي، انا ما اقدرش اعمل كده. هو بيقول لي كده لاني انا هو موهوب في دي، هو موهوب في دي، تمام. فانا عشان كده الكوره بالذات لما تكون موهوب فيها خلاص انت الوحيد اللي هتفتكر فيه، والناس اللي بتشوفك تقول لك طب ازاي عمل في دي، بسميها قدرات وموهبه. تمام. فالنقطه بقى زي محمود انت بتتكلم فيها ديت، عايز اقول لك ان حته افريقيا تفوقوا علينا والقصه حكايه دي اللي باجي عليها، بقول لك الاحتراف. الاحتراف لما لعيب بيبقى عنده 18 سنه يطلع اوروبا، بيطلع في الدوري الانجليزي، بص تلاقي اللعيب ماشي على دي فتنس معين. فرنسا على طول يعني واخد اللعيبه الافارقه دول، نظام يعني نظام منتخب فرنسا منتخب فرنسا يعني زمان كان منتخب فرنسا كله بيض، كله دلوقتي تلات ارباع منتخب فرنسا سود. مجنسين في تجنيس، بالظبط، بياخدوا هم الجنسيه. بياخدوا الافارقه، تمام. وكمان منتخب غانا معظمه يعني تقريبا اللعيبه كلها اللي في منتخب غانا محترفه بره في الدوريات الاوروبيه، يعني بياخدوا يعني الاحتكاك وياخدوا الفكر الاوروبي ويجيبوه عشان يفيدوا بلدهم. ما دي الحته الملموسه يا محمود بقى، قلت لك ايه بقى ماشي. البني ادم المصري او بطبيعته ممكن يكون يعني ما يصنفش، ولكن هو عنده شيء يقول لك انا، عنده الانا يعني، عنده الانا. تمام. فانا دايما عايز احافظ على الدوري المصري، وحفاظك على الدوري المصري النهارده ان انت تخليني وتخليني في الدوري المصري عندي 35 سنه، لا، الحفاظ على الكره المصريه انك تخلي لعيبه كتير تحترف بره، تخلي اسم البلد واعلام مصر ترتفع في المحافل الدوليه بره، عشان تقول اللعيب النهارده ميدو، سيم ميدو، كابتن احمد حسام ميدو، هو النهارده احمد حسام ميدو بيطلع اعلام ليه؟ لانه احترف. احمد حسام ميدو لو هو هنا في مصر كانت الناس ذبحته، لكن خبراته نقلها من بره واحترافه، انا بحترم الراجل ده جدا. انا يمكن نظام بس الكورة اللي موجود في مصر وحتى المشجعين نفسهم، يمكن ثقافتنا ان احنا طبعا اهلي وزمالك، والصراع ما بين قطبي الكرة المصرية واللاعب دوت لا ما يحترفش، لا ده والجمهور يصور، لازم اللاعب ده يقعد في النادي، النادي محتاجه السنة دي، النادي محتاجه السنة الجاية. يمكن دوت برضك من الاسباب اللي بتخلي يعني النادي ما بيفرطش في اللاعب. هو تمام ده بنسبة 90%. هو طبعا ده خطأ، يعني احنا ما بنشجعش دوت، احنا بالظبط. نتمنى يجي وقت ال 11 لاعب من اول حارس المرمى لغاية يعني المهاجم يكونوا كلهم محترفين في دوريات يعني افريقية بالظبط، واوروبية. يعني مثلا سين من الناس مثلا محمد عمر جابر، محمد ابراهيم، احمد توفيق، شيكا، محمود شيكا، اللعيبه ظهر. محمد صلاح في تشيلسي هو ده، يعني ما هو ده مثلا، اللعيبه دي مثلا خمس ست طلعوا من نادي الزمالك. مم. طب مصدقني ان مجرد ان هم جم في تاني زيهم احسن منهم، اكيد. بس مشكلة انت ما بتدورش او مش حابب انك شايف ان انت في تتعب كسل نفسك على عندنا، مضض. في كسل. اشتغل اشتغل ودور وهات وهيتنسب لك. مم. حلاوه بلدنا ودي صراحه عن مصر، يعني اي واحد بيعمل عمل بتبص تلاقي الناس معاه بقوه وبتدفعه لقدام. انا وجهه نظري اكيد اكيد في تشجيع طبعا، انت خصوصا في الرياضه. بالظبط، بدفعك وبظهرك للاعلام، بقول انت عملت وسوي، فالناس تبص ان هي الحته ديت بيحافظوا عليها كويس، يعني تمام انا احاول اعمل شيء عشان ينذكر لي. تمام طبعا وقت البرنامج يعني بيجري يا احمد، واحنا عايزين نلحق كده نستفيد منكم اكتر استفاده ونعرف الساده المشاهدين بالرياضه. يعني يعني املك في المستقبل ان شاء الله، وانت دلوقتي بتلعب في نادي الشرطه بعد نادي النصر، يعني بتامل ان شاء الله في المستقبل ايه بالظبط على مستوى كره القدم وعلى المستوى الشخصي والتعليم؟ طبعا اول حاجه هبدا بالمستوى الشخصي طبعا والتعليم في نفس الوقت. طبعا انا يعني هدفي ان انا اطلع حاجه في المستقبل افيد بلدي، يعني اطلع دكتور، مدرس، اخش مثلا كليه فنيه عسكريه، يعني ان شاء الله حاجه يعني افيد بيها بلدي. تاني حاجه على المستوى الرياضي ان طبعا اول حاجه منتخب مصر، ده يعني حلمي، منتخب مصر، تاني كاس عالم ان شاء الله يعني. وطبعا الاحتراف بره ده جزء يعني أكيد. جزء لا يتجزأ من المنظومة يعني ما كلها. تفكرش تلعب في نادي محلي يكون كبير مشهور يا أحمد؟ مش أمل عندك دوت زي بقية الشباب يعني؟ هو الحكاية كلها ان انا الاحتراف سببه حاجة، الفكر الاوروبي طبعا زي ما احنا عارفين يعني اعلى من الفكر المحلي، الفكر المصري عندنا طبعا ريال مدريد، برشلونة، الناس الفرق المعروفة دي كلها طبعا ليها فكر معين. يعني جوارديولا لما ساب برشلونة وراح بايرن يعني نقل الفريق نقلة كاملة، خد بيهم الدوري. ده برضو يعتمد على الفكر المدربين، طبعا فكر المدربين بره يختلف عن الفكر هنا. طبعا بره بيفكروا، يعني انا بنكرش اللي هنا برضو، يعني اللي عندنا برضو ليهم
يعني فضل كبير يعني. على قد القدرات يعني، على قد بالظبط المتاح. اه بالظبط يا تمام، مش اسماعيل. يعني اكيد كل ما كان المتاح اكتر. معروف ان المدرب المصري يعني كفكر يعني يعتبر ممكن يضاهي مدربين عالميين كتير جدا، لكن يمكن المتاح ليهم او يعني ما القدرات اللي هي موجودة هي مشكلة اللي بتبقى محدودة. مورينيو يا محمود، ما لمس الكورة. يعني مورينيو أعظم مدرب في العالم، ملعبش ما كورة. لعبش كورة، ولكن هو راجل درس وحب التدريب فنجح، لأن اللي حواليه نجحوا. النهاردة أنا ما ينفعش مدرب من غير لعيبة، وما ينفعش لعيبة من غير من غير مدرب. مدرب، هي منظومة متكاملة. بالظبط، أنا دي وجهة نظري. والإمكانيات اللي بتفرض نفسها عليك تمام. إنك تخليك تنجح، بس دي وجهة نظري في نقطة أكيد. التدريب. طيب ده على المستوى يعني على مستوى رياضي يا أحمد، أنت عايز تلعب إن شاء الله في نادي تحترف بره وتكون بتمثل منتخب بلادك إن شاء الله. ما هي يعني هي فكرتي ان انا لما احترف بره هفيد بلدي برضه، ان انا لما يعني يطلبوا لي في منتخب مصر والعب، انا كده عملت حاجه للبلد برضه. في بتاع انا يعني ما انكرتش الجميل اللي يعني اللي هي مديهوني طبعا، يعني غير جزء اللي هو الامكانيات برضه مش متوفره، تمام. والبلد برضه يعني لسه في مرحله انتقاليه يعني، ولسه الامكانيات مش متوفره، بس برضه يعني انا كده بحاول افيد البلد بحاجه، يعني بسخر نفسي بمعنى أصح للمنتخب، عشان إن شاء الله يعني في سنة من السنين يعني نوصل لكأس عالم ونعمل حاجة. إن شاء الله. أنت يا أحمد كنت بتتابع مباراة كأس العالم صح؟ طبعا كنت حاسس بإيه ومصر كده مش مشتركة في كأس العالم؟ وإحساسك كان عامل إزاي؟ ولا الفرق الكبيرة عوضتك على إن منتخب بلادك يكون موجود في كأس العالم؟ يعني هو انا اول حاجة انا شجعت الجزائر آه طبعًا، بما إنه منتخب عربي. منتخب، تمام. انا في الاول مصري عربي افريقي. تمام. منتخب الجزائر طبعا يعني ادى اداء يعني فاجأ الجميع يعني طبعا، واداء يعني محدش كان متوقع منه. اولا طبعا انا حزين يعني ان مصر ما كانتش موجودة، بس يعني في برضو يعني سنة قلت الحمد لله ان مصر ما دخلتش، لانها لو دخلت طبعا غانا صعدت على حساب منتخب مصر، ومنتخب مصر كان هيقع في في مجموعة، نفس المجموعة. في نفس المجموعة برتغال وأمريكا وألمانيا، يعني كانت فرصة صعبة شوية. بس طبعا يعني زي ما بنقول التمثيل المشرف، يعني حتى كنا يعني نتمنى حتى ان نكون نشوف منتخب بلادنا موجود في مباراة كأس العالم. وان شاء الله على ايديكم بإذن الله وعلى ايدين الشباب اللي زيكم ان شاء الله هيكون يعني موجودين في كأس العالم بإذن الله. محمود قبل ما نختم، كلمة توجهها للنادي بتاعك علشان ان شاء الله لما تسافر بإذن الله ما يكونش فيه اي مشكلة، بس يا ريت بسرعة لان احنا وقت البرنامج خلاص عدى. طبعا اقول للنادي انا ابن البلد وجمهور شبين، كنت بتمنى طبعا ان انا اضيف لكم كتير، اضيف لكم كتير جامد جدا، ولكن يعني في طبعا ظروف ما مش مستحبه تنذكر، ولكن انا بقول طبعا ان انا ان شاء الله اوفق في بره، وفي نفس الوقت احفظ حق شبين، وبتمنى التوفيق للناس يا رب إن شاء ولينا يعني الله ان شاء ربنا الله. يوفقك ربنا بإذن الله، يكرمك وربنا يوفق النادي كمان امين يا رب. ويوفق مصر، وإن شاء الله نشوفكم في القريب العاجل بإذن الله لعيبة آمين يا كبار رب، في منتخب بلدكم آمين يا رب، بإذن الله. إن شاء الله، بنشكركم في نهاية هذه الحلقة، وإن شاء الله يكون السادة المشاهدين استمتعوا معنا بهذه الحلقة التي تتكلم عن الرياضة بوجه عام وعن كرة القدم بوجه خاص. نشكر حضراتكم على حسن المتابعة، ونعدكم بلقاء آخر بمشيئة الله تعالى. دمتم في أمان الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مدرستنا يا مدرستنا يا منورة والنور في بيتنا، علمتينا وفهمتينا لما بقينا حاسين